سامي سامي كبير جدا في الفترة الأخيرة. كيف حالك؟ ضمن هذه المسابقات. ومتاسكم على سمعي بصري. فنان عظيم معروف في الدنيا التركية وتقال شئت معه شئت لنا طبعا إن هذه الإذاعة التي تبث على التردد 88.00 124 طيلة 24 ساعة إنتاجها سيشكل أهم إسناد للرأي العام بخبرات المتخصصين وعبر الاستديو المتنقل للإذاعة الثقافية في مختلف ولايات الوطن. ستتاح الفرصة لكل المبدعين لشرح أعمالهم الذهنية ومبادراتهم المتميزة في مختلف المجالات، وبالخصوص فإن من مهام هذه الإذاعة الثقافية تعزيز قدرات ومهارات الشباب وتفجير طاقته وتوظيفها في إيجاد حلول لتحديات الجريمة المنظمة ولمواجهة خطابات الكراهية والتطرف. إننا نثمن عمل كل الفرق التي انضوى جهدها في هذا المولود الإعلامي الجديد، ونأمل أن تساهم الإذاعة الثقافية في الارتقاء بالثقافة والفن في وطننا. الثقافية يمكن أن تواجه عدم الاستقرار الممتد. الثقافة يمكن أن تواجه الانتشار المفاجئ للكوارث المناخية والأوبئة الجذومية وتنامي خطابات الكراهية على أساس اللون والعرق والطائفة والشريحة والقبيلة والجهة والأيديولوجيا. الثقافة يمكن أن تواجه عودة ظواهر مقلقة تتمثل في بروز مجتمعات بلا دول، أي بلا عقد اجتماعي متفق عليه، وتسودها الفوضى الخلاقة لا يحكمها القانون، يحكمها قانون الفرد والقوة والطغيان. الثقافة يمكن أن نواجه بها عودة صراعات المناطق الرمادية من حولنا. هذه الصراعات التي تدور حول الهويات والثروات وتتوسع كلما اتسعت أطماع المستعمر وجيوشه الغازية. نحن قاومنا بجهد جهيد وبوسائل متواضعة المستعمر حتى رحل. اليوم نحتاج إلى روح المقاومة الوطنية من خلال ثقافة. الثقافية كذلك تمكننا من أن نعيد لحضارتنا ألقها. فهذا الإرهاب الشبكي الآن، هذه الذئاب المنفردة التي تعصف بهويات الشعوب والتي لا وطن لها ولا هوية ولا دين لها، تدمر كل شيء وتجتاح كل شيء، يمكن أن نواجهها بصناعتنا الثقافية. خطابات الشعبوية التي تحكم العالم اليوم، صعود التيارات القومية المتطرفة، يمكن أن تواجه بثقافية وبورش إنتاجها. الانكشاف السبراني الذي تعاني منه الأمة اليوم سلابا واستنساخا، يمكن أن يواجه بثقافية. الاقتصادات التي أصبحت الآن تتبنى الربح والربح المحض دون هوية ودون ثقافة، يمكن أن تواجه بهذا المشهور. ارتداد العولمة الذي أدى لشعوب وقيادات إلى التقوقع، وأن يقول كل واحد منهم بلدنا أولا ونحن أولا. الثقافية مشتركات ورسالة إنسانية، رسالة التوحيد. نحن نسعى من خلال الثقافية إلى بناء وطن الجميع، وطن الأخوة، وطن المحبة، وطن التآزر والتضامن، وطن يسدي لكل منا محبته لا كراهيته، أخوته لا ذاتيته وانفراديته.